يوم جديد وعدد جديد من برنامجكم ديزيت فايت. صبيحة اليوم راح تكون مختلفة بزيارة من نوع خاص للملاكم الدولي والبطل السابق محمد بن قاسمية للمصارعين المتأهلين للنهائي الكبير نهائي القفص، وهي الزيارة اللي كانت تحت عنوان العالمية والاحترافية. أنا أهضرش بزاف، نحب كي يهضروا عليا. فهمتوا؟ من وعدكم إن شاء الله، أنا نقول لكم بالتوفيق إن شاء الله، إن شاء الله النجاح والاستمرارية كما يقولوا، نتمنوا النجاح العثماني.